السلام عليكم. حسين أيتبجا، مدير إنتاج فيلم بعنوان تيفلت مون أمور. هذا فيلم يصور الآن، مخرجه فريد الرقراقي وممثلين اللي هما معروفين، مثلا فاطمة خير، فضيلة بن موسى، سعيد أيتبجا، سعد تسولي، بن عيسى الجراري، والقائمة طويلة. هذا الفيلم يتكلم عن قصة كوميديين جد جميلة، وتتحدث عن مدينة تيفلت، والعنوان تبين أن الفيلم تدور في تيفلت. ومن هذا المنبر أولا أقدم تحياتي وتشكراتي الصادقة لجميع الناس ديال تيفلت لاستقبالهم للطاقم ديالنا، كما أشكر السادة اللي هما رؤساء المصالح ديال البلاد، استقبلونا كلهم مزيان. كذلك المجلس البلدي ديال تيفلت، والذي كذلك أفتخر به وبطريقته التي استقبلنا به، والتسهيلات اللي قدمها لنا من جميع النواحي، وكذلك بأن الطاقم يعني جد مرتاح جدا، لأن جميع الظروف يعني ملائمة جدا لتصوير هذا الفيلم الجميل إن شاء الله. ونتمنى، لأنه ما نقدرش نعطي بزاف ديال جزئيات ديال الفيلم، نتمنى إن شاء الله ملي يخرج يعجب بصفة خاصة الناس ديال تيفلت، بصفة عامة المغاربة كلهم إن شاء الله. ونتمنى التوفيق للجميع، وشكرا. بالنسبة لمدينة تيفلت يا أخي، أنا لاحظت تغييرا جذريا، تندوز من تيفلت، ولكن هذه السنين الأخيرة لاحظت أن هناك تغيير جذري، وأن مدينة تيفلت أصبحت مدينة يعني قائمة جدا على يعني كل ما نجد فيها من جميع الأنواع، مثلا ديال المراكز التجارية والمركبات التجارية، نجد مقاهي رفيعة جدا، نجد الناس متحضرين، شوارع جميلة، كما نجد أيضا تسهيلات في كل الأشياء هنا في مدينة تيفلت الجميلة. ونتمنى إن شاء الله أن نعود إليها مرات عديدة إن شاء الله. كيفاش كانت أجواء التصوير؟ كيفاش استقبال ديال الناس ديال تيفلت؟ بالنسبة للأجواء ديال التصوير كانت جد رائعة، يعني البلاطو اللي وصلنا إلا وتنوجدوا استقبال حار، سواء بالنسبة للرجال، النساء، الأطفال، الكل فريح والكل يطلب أن يتصوروا مع الفنانة ديالنا، وكاين تواصل رائع بين الفنانين وبين الجمهور، وإلى حد الساعة الحمد لله احنا غادي مزيان إن شاء الله.